السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. نبداو عدد اليوم جورنال فير بخبر عنوانه: الرجاء يستغل تعثر الوداد أمام طنجة ويقلص الفريق بينهما لنقطة واحدة. وقلص فريق الرجاء الرياضي فريق النقط على الغريم التقليدي، وذلك من تغلبوا النسور على ضيفهم اولمبيك اسفي. في المقابل نهزم فريق الوداد ضد مستضيف اتحاد طنجة 3 أهداف مقابل هدفين، وذلك برسم جولة 13 من البطولة الوطنية. وفاز فريق الرجاء الرياضي على ضيف اولمبيك اسفي بهدفين دون رد في المباراة اللي جمعتهم مساء امس الاحد بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. ووقع هدفي الفريق الاخضر في شباك الفريق المسفيوي عبد الاله الحافظي في الدقيقتين 65 و61 من اللقاء. وبهذا الفوز رفع فريق الرجاء الرياضي رصيده 25 نقطه دائما في المركز الثاني، بينما توقف رصيد اولمبيك اسفي في 18 نقطه محتل بها المركز التاسع سبوره الترتيب العام. وبهذا كيكون الفريق الاخضر حقق ثالث انتصار ليه على التوالي تحت قياده مدربه التونسي لسعد جردي الشابي، اذ انتصروا رفاق القائد محسن مشولي في حضراته على المغرب التطواني ناموغو تنزاني ثم اولمبيك اسفي. وسجل خط هجوم فريق الرجاء تحت قياده المدرب التونسي 8 أهداف في 3 مباريات، بينما استقبلت شباكو هدفين فقط. لسعد جردة عن قضية تمرد بن حليب: الأب لا يطرد ابنه من المنزل بمجرد خطأ وارد. وخرج لسعد جردة الشابي مدرب فريق الرجاء الرياضي على صمته في موضوع تمرد محمود بن حليب على مرافقة فريق الرجاء لتنزانيا. وقال لسعد جردة في تصريح إذاعي على إذاعة أم أف أم أن بن حليب أخل بواجبه المهني وما التحقش ببعثة فريق المتوجه لتنزانيا، خاصة أن فريق الرجاء كان في حاجة ليه في مباراة لامونغو. ورمى المدرب التونسي كرة إنزال العقوبة على بن حليب في مرمى الرئيس رشيد الأندلسي، وأبرز بأن الكلمة الأخيرة كتبقى ليه. وضاف المتحدث نفسه بأن بن حليب أخطأ وخاصو يقدم اعتذار، وضرب المثل بأبنائه ملي قال في هذا الصدد: الأب ما كيطردش الإبن ديالو من المنزل بمجرد خطأ، هذا شهر رمضان خاص تكون القلوب صافية وإن شاء الله لقاو حل. يشال أنه من مرتقب هذا اليوم باش يمثل محمود بن حليب أمام اللجنة التأديبية الفريق الأخضر واتخاذ قرار تأديبي في حقه بعد التمرد ديالو الأخير على المدرب والنادي. مسؤول رجاوي يكشف تفاصيل شجار وصلح الورفلي والهبطي. وفي تفاصيل الخبر قال المصدر مسؤول مقرب من زكريا الهبطي لاعب فريق الرجاء الرياضي من حجم الخلاف اللي نشب بين هذا الاخير وزميله الليبي سند الورفلي بعد نهايه المباراه اللي فاز خلال الفريق الاخضر على مضيفه ناموغو التنزاني ثلاثيه نظيفه الاربعاء الماضي برسم الجوله الخامسه من منافسات المجموعه الرابعه في كاس الاتحاد الافريقي. ووضح المصدر ذاته اتصال هاتفي مع موقع لو 360 سبور ان الشجار اللي وقع بين الهبطي والورفلي جد بسيط وعادي، وكيترجم رغبتهم فوز الرجاء باكبر عدد من الاهداف خلال المواجهه المذكوره. وأكد بلي هذا الخلاف كيوقع في كبار الأندية العالمية. ونوه المصدر ذاته أن لسعد جردة الشابي ومدرب الرجاء إضافة لبعض اللاعبين كيتقدمهم أيوب ناناح صلحوا الأمور بين اللاعبين في مستودع الملابس، وتم طي الخلاف الأربعاء الماضي. وزاد بأن العلاقة بين اللاعبين الآن طيبة وصورة العناق اللي بينهم في آخر حصة تدريبية أكبر دليل. أول خروج إعلامي لبوأميرة حول وقعة السيارة. وأكد محمد بوأميرة الحارس الثاني لفريق الرجاء الرياضي أنه بحالة صحية جيدة بعد الحديث اللي تعرض ليه عشية السبت الماضي إثر اندلاع النيران في سيارته. ووضح بوأميرة في تصريح خاص به صحيفة البطولة وقال: أنا بخير والحمد لله، كنت في الطريق للمنزل ديالي في اتجاه بوسكورة قبل ما نتفاجأ ببعض الناس كيخبروني باشتعال النيران بجنبة السيارة ديالي من جهة الأمامية. وضاف حارس الرجاء الثاني: حاولت بأسرع ما يمكن باش ركن السيارة ديالي جانب الطريق ومغادرتها قبل ما يتدخل أحد السائقين اللي ساعدني في إخماد النيران. واختتم بوأميرة حديثه بالقول: السيارة تعرضت لعدة خسائر مادية لكن الحمد لله أنا بخير، وكنشكر جميع اتصالاتهم بيا من أجل الاستفسار على حالتي. منحة جديدة من مكتب الرجاء الرياضي للاعبيه. وقرر المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي صرف منحة الفوز على المغرب التطواني للاعبيه الأسبوع المقبل من أجل الحفاظ على الالتزام اللي كيعقدوا المكتب مع اللاعبين بالحرص على صرف منح المباريات والرواتب الشهرية في وقتها في انتظار توفير سيولة مالية كبيرة لأداء منح التوقيع ومستحقات الموسم الرياضي الماضي. وكان المكتب المسير لفريق الرجاء برئاسة رشيد الأندلسي صرف بعض منح المباريات في الأسابيع الماضية، وما تبقاوش سوى جوج منح الفوز بالبطولة الوطنية ضد فريق المغرب التطواني وأولمبيك أسفي، ومنتظر باش يوقع فريق الرجاء الرياضي العقد إشهار جديد غيضخ مبلغ مالي كبير كيقارب مليار سنتيم في خزينة النادي، غيتخصص الأداء مستحقات اللاعبين العالقة من منح وتوقيع ومنحة الفوز بلقب البطولة الوطنية الموسم الماضي، بالإضافة لمنحة التأهل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. غانا الزامبي يحدد موعد وصوله للمغرب لمواجهه الرجاء الرياضي. وفي التفاصيل حدد فريق غانا الزامبي اليوم الاثنين موعد لوصول المغرب تاهبا لمواجهه الرجاء الرياضي ضمن دور مجموعه مسابقه كاس الاتحاد الافريقي.
وكتفيد اخر الاخبار بان بعثه نغانا الزامبي غتحط الرحله البطل محمد الخامس الدولي بمدينه الدار البيضاء اليوم في تمام الساعه 12 زوالا، وغتقام مباراه رجاء وضيف نغانا الزامبي يوم الاربعاء المقبل على ارضيه المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم جوله السادسه والاخيره على المجموعه الرابعه من مسابقات كاس الكونفدراليه الافريقيه. عبد الصمد احقي يوجه رساله الى التونسي جرده بخصوص لاعبي الرجاء، وفي التفاصيل حل اللاعب السابق لفريق الرجاء الرياضي عبد الصمد احقي والملقب بالاك ضيف على احد المواقع الالكترونيه في حوار طويل وتكلم فيه على مجموعه ديال الامور كتخص المسيره ديالو الكرويه وسبب فسخ عقده من قبل شباب الريف الحسيمي، بالاضافه لحديثه على فريق الام الرجاء الرياضي. وقال لاعب رجاوي السابق بالحرف بالنسبه للمدرب التونسي اللي تعاقد مع الرجاء مؤخرا فهو كيلعب بطريقه هجوميه جيده كتعتمد على الضغط العالي، لكن خاصو يفضل ان اللاعبين ما غيستطيعوش مواصله طيله 90 دقيقه بنفس الايقاع، وكان غيكون افضل لاعب بهذا النهج الهجومي لو اشرف مدرب تونسي على استعدادات الفريق الاخضر منذ بدايه الموسم الكروي، فذلك كان غيمكن اللاعبين من التوفر على المخزون البدني غيتيح لهم مجاراه المباريات بايقاع عالي. الاتحاد العربي يكشف تواريخ المسابقات العربيه ويستثني نهائي الرجاء واتحاد جده السعودي، وكشفت لجنه البرمجه التابعه للاتحاد العربي لكره القدم على مواعيد المسابقات العربيه للموسم الرياضي 2021-2022، وغتقام بطوله كاس العرب 2021 للمنتخبات المقرر اقامتها بدوله قطر خلال الفتره الممتده ما بين فتح دجنبر المقبل الى غايه 18 من الشهر نفسه مشاركه 22 منتخب، وغتنطلق مسابقه كاس العرب للمنتخبات تحت 20 عام خلال الفتره المتراوحه ما بين 17 يونيو حتى 3 يوليو. في المقابل غيتم اعلان موعد نهائي كاس محمد السادس الانديه البطاله لاحقا. يذكر ان الاتحاد العربي لكره القدم اقترح على فريقي الرجاء الرياضي واتحاد جده السعودي اجراء النهائي بين الفريقين في المغرب خلال الصيف المقبل وتحديدا شهر غشت في انتظار تاكيد رسمي لهذا الخبر. كان هذا اخر خبر رجوي فعلت اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.